صادق أيت عبد، عميد إقليمي، نائب ولي أمن مدينة أكادير. مرحبا بكم في مقرويه أمن أكادير، وكنشكركم على العناء والتعب اللي تكبدتوا باش توصلوا عندنا باش تديروا معنا التغطية. تنقول لكم سنة سعيدة بالصحة والسلامة لكم والأهل تاعكم وجميع الإخوان والجسم الصحفي على في مدينة أكادير. مدينة أكادير كي باقي المدن المملكة السعيدة تتحتفل بعد هاد نهاية السنة وفق واحد التدابير أمنية خاصة لاعتبارات كلكم تتعرفوها. كاين هذه السنة كاين التهديدات الإرهابية، كاين مجموعة من المشاكل. دونك كاين واحد الاستراتيجية وضعها السيد مدير العام الوطني اللي هي استراتيجية 2022-2026. كاينة استراتيجية خاصة اللي هي تتناسق وتتنسجم مع الاستراتيجية المديرية. خلالها وليت أمن أكادير هيئة جميع الظروف باش إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المناسبة تدوز بشكل آمن، وعلى أنه المواطن السوسي يحس بالأمن والأمان ويكون عندك الإحساس بالأمن. هذه الاستراتيجية مبنية على مجموعة من الأمور، على إعداد أولا إعداد النفسي للموظفين، على تهيئ اللوجيستيك، على تهيئ العنصر البشري، هادشي كله هو كان بالتنسيق مع المدير العام الوطني. كانت خطة أمنية واستراتيجية أمنية الموضوعة تتحط مخوض فيها الاعتبار تاع الزمان وتاع المكان، اللي تم وضع مجموعة من التشكيلات الأمنية. التشكيلة الأمنية اللي هي راكبة، غتشوفوا السيارة تدور وغتشوفوا الدراجة اللي تدور. التشكيلات اللي هي راجلة، غتلقاو على الموظفين تاع الفرقة السياحية، تاع الحضرية، يعني تاع الشرطة القضائية. كاين ترتيبات أمنية اللي غير ظاهرة، اللي ما غتشوفوهاش وما غيشوفوها حتى شي حد لاعتبارات مهنية واحترافية. التغطية كانت فيها دراسة جد 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 معمقة لجميع القطاعات. كتعرفوا مدينة أكادير فيها قطاعات سياحية. تم التغطية تاعها بشكل محكم. كاين فيها مسارات سياحية اللي تم أخذها بعين الاعتبار وتم القيام بما يلزم باش إن شاء الله الرحمن الرحيم المرور ولا التحرك ولا التنقل تاع السياح يكون في ظروف أمينة. كاين قطاعات اللي هي شعبية. تم فعلا وضع ترتيبات أمنية خاصة. راكم غادي تدوروا غادي تشوفوا سيارات، ارتكازات في مجمل المحاور. عمل راه دار، دابا بقات غير العمل اللي هو السباقي. تعرفوا الارتكازات كاين عمل السباقي راه دار، العمل الجري راه دار، كان العمل التشاركي والتكاملي مع باقي التشكيلات الامنيه اللي هي موازيه. لا ما نذكر السميات، لكن الناس ماشي بوليس خدامين في نفس الاطار، حتى هما الهم تاعهم هو المواطن السوسي، خصو يحظى بالاحترام وحدة بالامن والامان. ومره اخرى تبارك الله عليكم وسنه سعيده. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.